وصفه دقه بطله في النفخ اي منطقه بغيتي، يديك رجليك وجهك سيقانك اللي بغيت يا اختي، المناطق اللي عندك فيها المشكل ديريها في ساعتها كتنفخ. عرفتوا البنات وصفه كما قلت لكم حصريه في قناتي، وجربتها وغادي نجربها قدامكم وغادي تشوفوا النتيجه قدامكم. البنات وصفه خطيره وواعره بزاف بزاف بزاف. كنتمنى البنات انا مزاوقه فيكم، خليوا لي لي لايك ديالكم لحقاش انا الوصفات ديالي كيستحقوا لي لايك ديالكم. وكتنساو انا عارفه راكم ماشي ما كتبغوش ديروها كتنساوها، انا دابا كنفكركم فيها عفاكم. خليوا لي اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم ضروري ولا بد منها حقاش راه كدعموني وكتشجعوني نقلب لكم على الوصفات اللي تيكونوا طبيعيين ويعني وكيعطيو النتيجه، ماشي غير هضره خاويه، طبيعي الحال يعطيوك النتيجه وتنفعي بهم وتنسي الا سولك شي حد عطيهم ليه. مهم البنات اول حاجه اللي غنحتاجو هي الخميره الحبيبات او الخميره المعجونه، المهم الخميره اللي كنعجنوا بها الخبز ماشي خميره الحلويات. المهم انا غادي نستعمل هذه حبيبات، اللي عندها المعجونه تستعملها واللي عندها هذه تستعملها. البنات راه يكذب عليكم الكاذب اللي يقول لكم الخميره كدير الدود، راه لو كان كانت كدير الدود ما عرفت تدود شحال من حاجه. حنا الحمد لله راه بنادم وراه بنادم كيمشي تحت الارض وراه كيدود، طبيعي الحال ماشي دو لا غادي حنا واقفين في الارض وغادي ندودوا بالخميره، ما يمكنش راه ما يمكنش البنات. المهم اللي كيقول لكم الخميره كدير الدود غير كيكذب عليكم وغير كيبغيكم ما ديروش الوصفات بالخميره، كيبغي يبيع منتوجات ديالو. المهم داكشي ديال راكم عارفين داكشي المنتوجات ملي كتبغي تبيعي شي حاجه خاصك ضروري خاصري حاجه. المهم اللي كيبغي يبيع المنتوجات ديالو كيقول لك الخميره فيها الدود، صافي يعني نقطة النهاية. المهم البنات هنا غادي نحتاجو جوج معالق ديال الخميرة، كما قلت لكم يا اما معجونة يا اما حبيبات، غادي نديرو جوج معالق ونتويا دير اختي القياس اللي بغيتي على حسب فين بغيتي ديريها. غادي نذوبوها في الحليب، المهم انا غادي نذوبها ما غاديش نقول لكم القياس، يعني غير ذوب لينا الخميرة غادي تشوفوا كيفاش غادي تولي. المهم البنات كما شفتوها نتوما راني ذوبتها مزيان، اللي عندها الوقت تسد عليها وتخليها نص ساعه حتى ترجع ليها، غير حليب بارد ما تسخنوش، حليب بارد راك شفتو من الكرطونه للجبانيه. المهم اللي ما عندهاش الوقت تبقى تخلط فيها حتى تذوب كما درت انايا مع بغيت نصور، خلطتها مزيان وخا راه باقا ما مخلطاش مزيان ولكن ماشي مشكل. غادي نحتاجوا البنات صفار ديال البيضه الا كان ممكن، ومن الاحسن تكون يكون البيض البلدي، هذه من الاحسن. ما عندك شختي ما تقوليش ما عنديش ما نديرش، ديري بيضه عاديه بيضه روميه. المهم بالنسبه للبنات اللي عندهم يستعملوا، كاينين بعض المناطق ما كيكونش متوفر عندهم البيض البلدي، يعني حتى كيمشيو ليه السوق عاد كيلقاوه. المهم لقيتي ديري، ما لقيتيش استعملي اختي غير البيض العادي ونوضي نايضه. هذه بالنسبه الى بغيتي نتيجه اللي تكون يعني واعره ديري صفر ديال البيض البلدي. المهم البنات كما شفتوا خلطتها مزيان مزيان مزيان، وغادي نجيب الدقيق الابيض او لا دقيق الفورس، دقيق البيض ولا دقيق الفورس. غادي نحتاجو هنا 3 المعالق ديال الدقيق الابيض، وغادي نخلطو مزيان 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 حتى يتجمعوا لنا المكونات. المهم كلشي يتجمع. المهم البنات انا راه عندي واحد المشكل، راه ديما كنقولها لكم وديما كندير الوصفات وديما كنعطيهم لكم داكشي اللي كندير كنعطيه لكم. انا عندي مشكل يعني انا غليظه يعني في ذاتي كامله، ولكن كتجي الايديه كتلقايهم رقاق، يعني حتى انا كندير هاد الوصفات هادو وراه عرفتوا البنات راه ما نعاودش لكم كاينه فخو، يعني كما هذه اللي عطاتني نتيجه البنات راه صدماتني كما قلت لكم. المهم انا البنات هنا زدت واحد شويه الحليب مع جاتني شويه قاصحه، غادي نزيد واحد المعلقه ديال ماشي معلقه راس معلقه عسل الحر، العسل الحر سمعوا البنات العسل الحره. شوفوا البنات كي كتولي كريميه، يعني طريقه الاستعمال سهله، انا غادي نديرها على يدي غادي نطبقها بحال هكايا
على يدك ولا على في الحنيكات، البنات اللي بغاو ينفخوا الحنيكات يديروها. لا عندك اختي الوجه ديالك ضعيف كله غادي تستعملي على الوجه ديالك كامل الا نيفك، وهي كتمشي ديريها النيفك، الناس كيبغيو ينقصوا من النيف، تمشي هي تغلضي النيف وتبغي ديري ليه العمليه التجميل، ما عندكش اختي حتى باش ديري العمليه التجميل. المهم البنات حاولوا ما امكن ديروا غير المناطق اللي بغيتوها تزيد في الحجم ديالها. المهم البنات وضروري هذه ضروري البنات، ما تقوليش ليا لا، ضروري واحد الميكا ولا سلوفان على المنطقه اللي غادي ديري، يعني بحال بغات ديريها على يدك هانتوما غتشوفوا انا يعني كنخدم بيديا، تشوفوني كيفاش ندير. وعندكم دوك البحاطيات يقولك اه ريحه الخميره اه معي معي، لا لا اختي، اللي بغى الزين كيصبر خريق الودنين، واللي بغى العسل كيصبر قريص النحل. المهم هادشي معروف به، بغيتي اختي تنفخي صبري على على هادشي اللي غادي تشوفيه. المهم البنات كما كتشوفوا نتوما طبقت على يدي وغادي نطبقها على حتى يدي الاخرى، باش ما تقوليش ليا وي كيفاش غادي نديروا اليد الاخرى، حنا طبقنا على هاد اليد واليد الاخرى شكون اللي غايديرها لينا. المهم البنات بالنسبه اللي بغات ديرها على الوجه ديالها ديرها، ودير ضروري السلوفان على يعني على حنيكاتها وعلى البلاصه اللي بغات دير، اللي بغات تغلط حتى العنق ولا السيقان ولا اي منطقه بغيتي. المهم البنات انا غادي ندوز دابا اليد الثانيه كما كتشوفوا، يعني كما قلت لكم وصفه كنديرها ديروها جربوها على ضمانتي، كما كتحيدي الوصفه كيبان لك الفرق. هانتوما البنات غادي نطبق على يدي كما قلت لكم، اي ما انا كنأكد لكم ماشي تمشيو تخليها هكاك، حيت الا خليتيها هكاك راه ما كاينه لا نتيجه لا والو، ما تسني منها والو، ضروري من سلوفان. درتيها على يدي كما كتشوفوا انا خدامه بيدي بجوج، هانتوما كنصايب راسي ما كاين لا كيصايب ليا، باش ما تقوليش لا راه حقا شكون غيصايب ليا انا. فوجك غديري السلوفان، في رجيلات كديري السلوفان، في اي منطقه اخرى غديري السلوفان. وهانتوما هذا غادي نديرو على الوجه ديالي كما قلت لكم، بعدو على نيفكم، بعدو على نيفكم. المهم البنات غنخلي بحال هكا نص ساعه نص ساعه، وغادي نرجع معكم غتشوفوا معايا كيفاش كتولي يعني الخلطه في يديا كيفاش غتولي. المهم انا غادي نمشي ورجع معكم. المهم البنات كما كتشوفوا انتما راني حيدت دازت نص ساعه وانا حيدت دابا هذه، غادي نحيد معاكم الاخرى وغتشوفوا حتى في الوجه ديالكم خليوها نص ساعه في اي منطقه. انا ما بغاديش نعمم لكم ونبدا نشرح لكم في الفيديو، راكم فاهمين وعارفين المناطق اللي غديروها. المهم البنات كما كتشوفوها هانتوما يعني الخميره خدمات مزيان، يعني خدات حقها. راه هاد الوصفه هادي راه ماشي غير كتغلط اولا كتنفخ، راه حتى كتبيض، وشفتوا المكونات اللي درناهم يعني طبيعيين كلهم كنديروهم على البشره، ما كيوقع حتى شي حاجه. المهم البنات من بعد ما كتحيديها كتماصي يدك مزيان بحال هكا كما كتشوفوا، ماصي وماصي وماصي وحتى كتحسي بالوصفه دخلت مع يدك وصافي، كتمشي كتغسليها. ومن بعد كدهني باي كريم مرطب، ضروري البنات باي كريم مرطب، ومن احسن البنات الا كان عندكم زيت الحلبه دهنوا به مباشره ملي تغسلوا يديكم من هاد الوصفه هادي، ديروا زيت الحلبه على يديكم يعني دهنوا به. وهانتوما البنات راه وصفه واعره، شوفوا البنات كيفاش خمرت حتى يديكم هكاك.